ونقسم لكم بالله، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة عنا ما ندير. عنا ما ندير. وراني توعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلونا الحدود مجرد ما يفتحونا الحدود ويسمحوا للحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات، نبعث مئات الأطباء ونساعد في إعادة بناء ما دمر من طرف الصهاينة. جزء فلسطين، أنا قلتها فلسطين ماهيش قضية فلسطينيين، هي قضيتنا احنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بيضرب كرسي في الكلوب وتصريحه عامل ضجة كبيرة، بيطالب بفتح الحدود لدخول الجيش الجزائري إلى القطاع. اللي لسه منضم لينا حديثا لازم تبقى فاهم الشفرة بتاعتنا، عشان احنا مقفول لنا قناة وفي قناة كمان واخدة انذار. الشفرة بتاعتنا اللي مننا بنسميهم الأسود اللي بيحاربوا في القطاع، العدو بتاعنا بنسميه المغضوب عليه، القطاع بنسميه القطاع، اي لفظ كده ولا كده القناه بتتقفل، فاعذرونا يعني. تمام زي ما، وانا قاصد اجيب الفيديو كامل عشان في ناس اجتزأت، افتحوا لنا الحدود الجيش الجزائري جاهز، بس هي دي الجزء اللي ايه اللي قاطعينه. جاهز ليه؟ سمعت الرئيس عبد المجيد تبون جاهز انه يبني في 20 يوم 3 مستشفيات ويقدم الدعم ويعمل اعاده اعمار و حلو الكلام، كلام جميل، بس انا عايز اسال كام سؤال. بس قبل ما اسال كام سؤال، طبعا انا بقول لك انا كمصري نفسي يفتحوا الحدود، بس هو مين اللي هيفتح الحدود؟ ها، مين اللي هيفتح الحدود؟ انا الشعب الجزائري، الشعب المصري؟ لا، الحكومات، اللي هو منهم الرئيس عبد المجيد تبون. وده سؤال انا هساله، انت فين؟ ما الحرب بقى لها 10 شهور، اشمعنى دلوقتي؟ عشان في انتخابات. هجاوبك دلوقتي. تمام، مين اللي هيفتح الحدود؟ اول حاجه خالص الانظمه والحكومات، ثالث حاجه النظام العالمي المعمول، النظام العالمي اللي عشان تخرج عنه ما تخرجش عنه الا بحرب، حرب كبيره جدا. تمام، شيء جميل جدا. طيب انت عايز تدخل مساعدات، طيب ما كان في اسقاط بالطائرات، ما اسقطتش ليه؟ بلاش. عايز تخش الحرب، طب ما هي اليمن ما قالتش يفتحوا الحدود، اليمن ما قصفت بالطائرات المسيره، تخش. سيبك من الحدود، انت عايز تفتح الحدود ليه؟ ما انت عندك الفرقاطات وعندك السفن، ما تخش من على البحر، ما انت بتطل على البحر الابيض المتوسط، ولا قناه السويس بقى منعاك ولا ده ولا ده. عبي الحاجه على السفن واطلع على البحر الابيض المتوسط، انزل على الشواطئ. ها، مين اللي هيفتح لك؟ وحدود ايه اللي هتتفتح؟ انا مش فاهم انهي حدود. عندك السفن، عبي فيها اللي انت عايز توديه واطلع. القطاع على فكره بيطل على البحر الابيض المتوسط، اللي هو احنا بنطل عليه والجزائر بتطل عليه وليبيا بتطل عليه، مش مثلا زي اليمن يقول لك ده منعونا من قناه السويس. لا يا عم، محدش ولو جيت حتى من قناه السويس مش هنمنعك. اطلع من البحر الابيض المتوسط وروح نزل اللي انت عايزه، وابني بدل 3 مستشفيات 50,000 مستشفى، مليون مستشفى، 700 مليون بيت، ودي سلاح، حمل الجيش على الجيش الجزائري الكريم، طبعا حمله على الفرقاطات وانزل حارب. يعني ايه افتح الحدود؟ انا مش فاهم. هي ثقب اسود ما موجوده يا جماعه، بتطل على البحر الابيض المتوسط، لو تركيا عايزه، ما تركيا عملت قبل كده سفينه والمغضوب عليهم ضربتها، كان اسمها مرمره، بتاع لبنان ده ناس لبنان يقول لك افتحوا الحدود، ده بيقولها على فكره حسن نصر الله اللي لسه ما ردش لحد دلوقتي، وايران لسه ما ردتش لحد دلوقتي. ها، العقده افتحوا الحدود. انهي الحدود اللي هنفتحها؟ يعني حدود ايه؟ هو انت لازم تطير بالطيران تنزل على مصر؟ طيب فتحنا لك المعبر، هو مقفول فتحناه،
هترضى للشعب الجزائري انه يخش ياخد الختم من المغضوب عليهم ويتفتش من المغضوب؟ ما هو ده سبب الخلاف دلوقتي. مزايدة ولعبة سياسية مش اكتر يعني. مزايدة ولعبة سياسية مش اكتر. هو بيلعبها عشان يعمل ايه؟ عشان يدخل الانتخابات. اقسم بالله العظيم الجيش الجزائري جاهز للتدخل في القطاع وننتظر فتح الحدود. حلو قوي. هتعمل ايه لما تخش؟ هنبني 3 مستشفيات في 20 يوم والدعم كله ووو. كان فين الرئيس الجزائري منذ بدايه الحرب؟ ها فين الطيارات الجزائريه؟ ما راحتش اسقطت مساعدات ليه؟ ما اسقطتش سلاح ليه؟ ما تروح من على البحر زي ما انا قلت. لا ليه دلوقتي؟ عشان في انتخابات. بس ايه القضيه اللي كله بيتاجر بيها او بيشتغلها او بيستغلها عشان الانتخابات؟ بس يا جماعه اللي بيطلع يتكلم بس يقول لك افتحوا لنا الحدود انت غير مؤثر. ما هي ملهاش حل الا كده. كل الاحترام، انا بكلمك الشعوب شيء، الحكومات شيء. انا بقول لك انا كمصر انا نفسي اخش احارب، بس مين افتحوا لي الحدود؟ مين اللي هيفتحها؟ انا؟ لا، عشان مصر تفتح الحدود النهارده دخلت حرب. هل مصر عندها قدره تدخل حرب؟ ما بتكلم على الاداره. لا، ولو ايه اللي حصل حتى مش هتدخل. ما هي الاداره عندنا كده مش عايزه تدخل حرب. وقلت من اول يوم اهلي وناسي وفي مصر زعلوا مني ازاي تقول ما مصر مش هتخش الحرب يا جماعه. اذا عندنا ازمه اقتصاديه، عندنا 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 كل حاجه، فما نقدرش على حرب دلوقتي. انت عايز تخش اهلا وسهلا، ما تعملش حجه الحدود. انت عندك البحر الابيض المتوسط، خش يا باشا اعمل كل اللي انت عايزه. اسمع تاني الرئيس عبد المجيد تبون عشان تفهم انه مش عايز يخش الحرب. عشان في ناس خدت الجزء الصغير، لا لا لا، لو عايز يخش يبني 3 مستشفيات ويقدم شويه اكل وشرب، مفيش مشاكل، على عيننا وعلى راسنا. روح اسقطهم بالطيارات، ابعت سفينه من البحر الابيض المتوسط، مفيش مشاكل. انما انا بتحجج، يبقى انا عايز اعمل ايه؟ لعبه سياسيه بس عشان احوز على اعجاب الايه؟ الشعب بتاعي والاصوات و و لعبه سياسيه بس للانتخابات، مش اكتر ولا اقل، دغدغه مشاعر الناس. حرب ما قامتش النهارده، وعم بيجي تبون ما هو رئيس. هو لسه بيترشح، ما هو رئيس. ده داخل الانتخابات للمره الثانيه او للدوره الثانيه، فانت كنت فين من سنه؟ الحرب بقى لها سنه، 11 شهر اهو. اسمع كده الرئيس عبد المجيد تبون ونكمل بعدها. نقسم لكم بالله، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلونا الحدود بين مصر وغزة عنا ما ندير. عندنا ما نديرهم، وراني تواعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلونا الحدود ويسمحوا للحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات، نبعث مئات الأطباء ونساعد في إعادة بناء ما دمر من طرف الصهاينة. زي ما ظهر قدام حضرتك بوتين، زي ما نوهنا في حلقة الأمس، إنه متوجه لأذربيجان، مستعدون لدعم معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا. زي ما ظهر قدام حضرتك لحظة، خلي بالك بوتين هادئ جدا لدرجة إنه بيسيب البلد في الوضع اللي هي كورسك بقى، و بيسيب البلد وبيروح يشوف إيه جدول اعماله. وابا ارمينيا رفضت تستقبله قبل كده وقالت هنقبض عليه ونقدمه للجنايات الدوليه وهنعمل، وكان في احتقار كبير ومش عايزين. رايح لاذربيجان ليه؟ لان امريكا راحت لارمينيا، فانا خلاص رايح لاذربيجان هستفيد منها استفادات كتيره جدا. زي ما لاحظ، زي ما ظهر قدام حضرتك لحظه استقبال الام علييف وزوجته على باب القصر، الراجل واخد ورد معاه. وهجيب لك بقى في ال، شفت زي ما ظهر قاعدين والامصان وفاكك 3 4 زراير، وهم قاصدين يصوروا اللقطه دي. هو قاصد ان انا قاعد في البيت براحتي، انا قاعد في بيتي، الهام علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاعدين ولا كرافات ولا جاكيت ولا اي حاجه خالص، ده فاتحين 3 4 زراير كمان صورتهم باينه.
تمام. زي ما ظهر قدام حضرتك الاجتماعات الرسمية ما بين الوفد الروسي وأذربيجان والوزراء والمسؤولين كلهم. بوتين رايح الزيارة ديت ليه؟ أول حاجة عشان أرمينيا. تمام؟ بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو، روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات المتعددة الأوجه مع أذربيجان. روسيا ستعزز تطبيع التفاعل بين باكو ويرفان، اللي هو هنخلص بقى معاهدة السلام، مش هتخلصوا هنزود احنا، انتوا مش معانا في منظمة الأمن الجماعي كأرمينيا، بس انتوا رحتوا جبتوا أمريكا والمخازن بتاعتكوا فضيت عشان يتم الهجوم على مين؟ على كورسك. انا بقى هروح لمين؟ هروح لأذربيجان وهديها السلاح اللي هي عايزاه، وهوقع مع اتفاقية غاز ياخدوا الغاز الروسي ويبيعوه لحسابهم وياخدوا منه نسبة كويسة. بص الاستفادات. وفي نفس الوقت مع اي هكا ولا هكا أذربيجان هتخش تهاجم مين؟ تهاجم أرمينيا. روسيا ستعزز تطبيع التفاعل بين باكو ويريفان، وستساهم في إبرام معاهدة سلام على أساس اتفاق ثلاثي. روسيا وأذربيجان تشرعان في بناء ناقلات لنقل المنتجات النفطية، مما سيزيد إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. تطوير ممر شمال جنوب سيعود بالفائدة على العلاقات بين روسيا وأذربيجان. موسكو وباكو تسعيان إلى تعزيز نظام عالمي قائم على القانون وخال من المعايير المزدوجة والخطوط الفاصلة. بوتين وعلييف يدعوان إلى تطوير إمكانات المنصة الإقليمية التشاورية 3+1 لمنطقة القوقاز وما إلى ذلك. مش بس كده، كان موجود هناك في قلب أذربيجان مؤسس تلجرام. بوتين بيعمل معاه تفاهمات ما، فبوتين بيتحرك، بس برضو لسه الخطر موجود عليه. بوتين بينتقد، بوتين بينتقم، هيسيبك تلعب مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، ولكن الضربة القاضية. وافتكروا مين؟ افتكروا رئيس شركة فاغنر. عايز اختم بقى بموضوع القضية الفلسطينية عشان محدش يتاجر عليك ومحدش يشتغلك ومحدش يضحك عليك وهتسمع كلام من ده يدغدغ مشاعرك ولا مفيش حرب لتحرير المسجد الأقصى من أي طائفة من هنا أو من هنا. تحرير المسجد الأقصى بإيد المسلمين، مش العرب ولا طيار مش عارف البتنجان ولا طيار اللي واخد على قفاه بقاله أسبوعين ثلاثة ومش قادر يرد. فكك من الكلام ده، المسلمين أيا يكون هم مين، من عرب أو من عجم، اللي حرر المسجد الأقصى كان صلاح الدين، وده كردي هاش أي علاقة. أدي واحد. اتنين، مش هتيجي إلا بوحدة، مفيش حاجة اسمها واحد لوحده كده، وحدة حقيقية. مش حد يتاجر بالقضيه ويقول لك انا هحتل اليمن، انا هحتل فلان عشان المسجد الاقصى، ولما يجي الهجوم عليه ما يقدرش يرد وهيطلعوا يكذبوا عليكوا تاني. مفيش تحرير، لازم يبقى البلد كلها. عايز تعمل استراتيجيه، اعمل استراتيجيه، وكلمت عنها قبل كده. مصانع سلاح تتفتح بمساعدات ناس تدفع فلوس، وناس يبقى عندها راس المال، وناس عندها ايدي عامله، وناس عندها غاز ونفط، وناس كله لازم يحط ايديه في ايدين بعض. لازم يبقى عندك اكلك، لازم تكون بتصنع سلاحك كله عشان ما تحتاجش لحد. لازم 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 لا. ولازم النظام العالمي يتغير. عايز تعمل كده اهلا وسهلا، انما تطلع تزايد ده وده وده وده. والغي بقى يا جماعه قصه الحدود دي. اللي عايز اليمن ضربت بالموضوع ده عرض الحق، عايز اضرب مره اطلع طائرات واضرب من عندي. فين المشكله؟ انت بتطل على البحر الابيض المتوسط تقول لي افتح الحدود. حدود ايه؟ انت بتطل على البحر الاحمر بتركب يا عم الحاجه على سفن وروح مطرح ما انت عايز. انما هي العقده اللي هو بص يا جماعه انا اقدر اهد الدنيا، بس اللي مانعني ان الباب ده هو مقفول. يا عم ده انت تقدر تهد الجدار وتعدي لو انت عايز. بيفكرك بمكان ليه خمس بيبان فيهم باب واحد مقفول، هو واقف قدام الباب ده ويقول لك ايه؟ انا عايز ادخل جوه. انت عارف لو الباب ده مش مفتوح انا عايز ادخل جوه. يا عم في خمس بيبان مفتوحه. مع علاقات الجزائر مع ايران كويسه جدا، ما تودي قوات للبنان لو عايز تخش الحرب، وابدا الحرب يلا واحنا معاك يا عم. الله المستعان. بس يا سيدي، شكرا، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم مع ابراهيم الشرقاوي. شكرا.